السلام عليكم اخوان، صبحكم الله بالخير. شلونكم اعزائي المشاهدين والمتابعين؟ اتمنى صحتكم تكونوا بخير وصحه وعافيه. هاي البارحه نصبناها لان كنا كل ما ناخرها احسن، مظله كلش حلوه بيها داير مدايرها تول، يعني حتى لا يطب الباق. بس احنا عاده ما نحط التول لان ماكو، يعني الشمس الضربه هنا صح، الشمس درجه الحراره مو كلش عالية مثل العراق، بس الشمس قوية. يعني اسألوا، الشمس مال كندا قوية، يعني تأذي تحرق. يعني يقول لك إذا تشتغل جو الشمس ربع ساعة البس كاسكيته وحاول تسويها يعني نص، يعني تشتغل وتقعد شوية تشتغل. أسأل اليوم لازم أقص الحشيش لأن صعد الحشيش هواي، خليته لأن أكو، شوف أكو هذا الويد، هذا الحشاش الضارة، فنحط لها مواد تموت، بس لازم ما نقص الحشيش الآن تموت. يلا أكو كم وحدة بعد باقية، بس اليوم أقص الحشيش إن شاء الله وأجراكم يا باكر. بالنسبة للطيور إخوان، أكو ولد سألني شلون كثرت هذا الحمام الزاجل. هذا الزاجل المحجل هي راح تبيض. هاي ماكو ايش، ما تقدر تقعد بلا بيض. هي انا اشوف هذه هي شلون كثرته. اكو حمام اسمه سدل، زاجل اسمه سدل، SADLE، اكتب عليه سدل هومر باليوتيوب يطلع لك. هذا الحيوان، هذا الطير، نوع الطير. هذا الطير بالحقيقة هو طير زاجل، أصلا زاجل بس ما محجل. أنا جبت بي هذا، بي أحمر وبي هذا الرصاصي، قلمين كريمي، رصاصي قلمين أسود، وكو أسود وكو جريزل مدقدق، هيك نسميه مدقدق إحنا. هذولا الأنواع مالته. زين، أكو بي لون يسموه جبني، أكو بي لون كريمي شويه محمر، بالوان هوايه ضربوها، همين ضربوها طلعوا الوان هوايه. هذا جبته انا، جبت كل الالوان بالحقيقه، جبت كل الالوان جبتها، بديت اشتغل عليها. شلون ضربتها على شعلب احمر، شعلب اسود، لقيت قلت لكم هنا ما عندنا سوق طيور بكندا، بس كان اكو مكان يسموه ستوفل، كانوا يجيبون بيه طيور. واحد ولد يجيب بيه طيور، يشتري من الناس ويبيع، فالناس يودوا له طيور يشتريها يحطها بالاقفاص ويبيعها هاي الطيور. هذا الشخص شوف هاي تزرق، لان شلنا المكان المسرح، اذا زرقت تروح. فهذا الشخص يبيع، لقفت شعلب اسود، قلت والله خل اشتغل عليها. جبت هاي الشعلب اسود، بديت اكثرها اجيال، يطلع شويه محجل شويه محجل، اذبه على امه يطلعون شويه محجلين، يطلع فرخ محجل اكثر اذبه. ما شنو كثرته، 4 أجيال 5 أجيال، يعني تقريبا 8 تسقيقات 10 تسقيقات، بدأت تطلع عندي الوان مضربه، طلعتها كلها، طلعت الصافي. يعني ما اطول عليكم، شغل هوايه الى ان حصلت هذا النوع، طلع صافي عندي كلش. عندي قلمين كريمي وكان عندي قلمين اسود، يعني جدا صافي، هيك تشوفه صافي. باعش قد جمال، الطير. وعندي احلى منه بعد، عندي كان تحجال كلاش، تحجال وشروال، بس نرجع ونقول حظنا ما قعد بيها، كتل لنا اياهم كلهم، دخل عليهم بليله سوداء، بليلتين بحقيقه، مو ليله واحده، بليلتين دخل عليهم كتلهم كلهم، وبقت بس عندي هاي الطيره. يعني لازم ارجع اشتغل عليها، اضربها على طير جديد ونشوف. اخوان تشوفون هذا الزاجل فوق، هسه اراويكم اياه. هذا الزاجل الفوق، شوفوا ذاك اللي ورا، وخر انت راسك ايش كبره، وخر لك وخر. هذا الزاجل اخوان، هذا البارحة رجع، صار له سنتين من راح، بالفكة، فكيناه 800 كيلو وراح. طبعا الدرج 100 200 300 450 الى 800 كيلو، 800 كيلو راح، ما نعرف ظروفه راح ليش،
هو طير بطل يعني بطل سباقات، بس راح ما نعرف ليش، يعني ما تعرف الظروف، ضربه صقر وشيك، اخذ واحد عالجه. هو المفروض هنا ياخذ واحد برقم بحلقه وبرقم، المفروض يخابر، بس هم ما يخابرون، يعرف هذا الطير بطل مواصفات وما شنو، فما يخابرون يبقي ما، بس هذا اي فلته يلقي يفلت يجي للبيت. فسنتين والله البارحه جيت لقيت واقف هنا أنا على هاي الوقفه، قلت هذا غريب، باوعد الحجوله هاي مالتي، بس هي ولو كلهم يحلقون، يعني اكو اكثر من واحد يحلق نفس الحجل، باوعته قلت خل اطيره اذا مالتي يرجع يفتر يرجع. طيرته والله ظل يفتر فوق البيت، يدوق فوق البيت يدوق، وراجع يعني الحيوان نظيف، يعني لا بيدود لا بيقمر لا بي شو اسمه ماكل، شابع رويان يعني مال واحد جناي. هاي فرخاتنا اخوان، هاي فرخاتنا اليوم ما شاء الله اليوم كل زينة، صاحية كلها صاحية، شوفوها صاحية كلها تنتظر أكل، خلي نذب لها أكل، هاي صاحية كلش. شوف أخوان راح أقول لكم على فد شيء هسه، من نروح نشوف الفرخات، شوف شوف زينة كلها زينة للطيور، خلي نذب الأكل، نحاول نذب الأكل دقيقة بس ابقوا وياي أخوان. من تقوم من الوجعة أحاول أذب لها ناعم، هي حتى بالمرض ما يصير تذب لها خشن، يعني أنت شايف واحد يعني مريض بصخر ياكل تشريب، فنحاول نذب لها خفيف، هسه احاول اذب لها خفيف لان انا كلها ذاك الوقت ذبت شويه، اخلي لها شويه اخلي لها. هاي الصيحة تعلمها الطيور، لازم تعلمها الطيور حتى يبدون ياكلون، يعرفون انه انت ذبيت لهم اكل، يعرف انت ذبيت له اكل، فيبدي يجي على الاكل، يبدي ينزل على الاكل يتعلم. هسه نجيب لي الكبار همينه ونشوفهم حتى نحكي شويه على الفرخات همينه. شوف نزلوا ياكلون، نزلوا ياكلون باوع، صحتهم زينه. هو الطير من يبدي ياكل قول هذا صحته زينه، وليش واحد يعرف الطير مريض؟ من يتكتر على صفحة ونايم ما ياكل هذا مريض، من ياكل وصحته زينة وينزل ياكل ويشرب الحمد لله، واليوم الخامس يوم الخامس على العلاج، فصحتهم زينة وبدأوا يطيبون. انتظر بس العلاج يخلص حتى انطيهم مي صافي، ورا العلاج لازم تنطيهم مي صافي، ما يصير تنطيهم فيتامينات، ما يصير اخوان تنطيهم فيتامينات ورا العلاج، ده ورا الكورس العلاج، ورا كورس العلاج تنطيهم مي صافي لمدة 5 أيام بعدين تنطيهم الفيتامينات. خلينا نجي على ذولا الحبايب، تعال خلينا نشوف الفرخات. طبعا الفرخات اليوم بينوا، يعني بينت الفرخات، يعني ذولا 2 جوزيات، هذولا اذا ما تشوفوهم بالصوره بس هم مبينين، اعتقد خل اطلع لكم اياهم برا شوف بلكي يبينون. اي هسه هاي الصوره تبين، هذول طلعوا 2 جوزيات، امهم حمراء مكعكله وابوهم احمر مكعكل، طلعوا جوزيات مكعكلات يطلعون، وجهه بين، هذا بي بياض وجهه براسه، هذا بي بياض هنا براسه مبينوا. اوكي هذول جوزيات، هذول باوع حمرة مكعكلة وفحل مكعكل، زين حمر مكعكلة، هذه أرقامهم 4 و5 زين، وجبة 1 و3 وهذه الوجبة 4، هذه الوجبة الأولى هنا وهذه الوجبة الثالثة، يعني الوجبة الأولى، الوجبة الأولى هو رقمهم 66 67، الوجبة الثالثة هو 4 و5 زين، وهاي حمر مكعكلة. خلينا نشوف ذول الفوق، هذول ابوهم الاب المريش الفحل الادلع المريش والطيره المكعكله، هذول طلعوا حمر دلع، يعني على الامايه ما اعرف على، بس الحظ الزين، الحظ الزين من يطلع لك هيك فراخ. ليش؟ بس واحد يسال يقول ليش وشنو الادلع؟ الادلع هو انت تضمن
الذبة على بدرنج أو على جوزي يذب مقطات، هاي معروفة. إذا طلع عندك جوزي الذبة على حمرة أو فحل، إذا طير جوزي على فحل أحمر أسمر هم تضمن إنه يطلعون عندك مقطات. إذا يطلع عندك بدرنج أيضا هذا حظك عدل، يعني من يطلع بدرنج الذبة على جوزية أو على حمرة سمرة محرقة، بس على أساس شلون يطلع البدرنج؟ إذا أشقر على سمرة، أسمر على جوزية الذبة، يطلع فراخ، تحصل فراخ مقطات مثل ما حصلت تاني. شوف هذولا أبوهم جوزي المات وأمهم الحبشة أغرة، شوف الفرق شلون طلع. شوف يطلع بي، شوف لحد الآن كسريش وما يبين شنو يطلع وجهه، ولو أنا جاي أشوف وجهه، طبعا هم كعكلات اثنينهم، جاي أشوف وجهه بي شوية أبيض. وهذا يعني هذا الحقيقة حتى ما ماكو بياضة، ما مبين، ما يبين، بس هم اثنينهم كعكلات، واحد جوزي واحد أحمر طلع، يعني على الأم والأب. هاي هذا الزق الثالث، هذا رقم الوجبة، وجبة الثالثة 6-7 رقم الهاي. زين نشوف هذا اللاخ، هذول الفرخات البقية، فرخات البقية هذا أبوهم شكري وأمهم حمرة سمرة، شكري وحمرة سمرة، لأن بالأول وجبة هذول مو وجبة واحد وثلاثة، أول وجبة شكري وطيرة قصة هذيك الصفراوية، هسه شكري وسمرة، هذول طلعوا حلوات. يعني شوف الفرخ إذا تشوفه ببياض بس الأغر، شوفه، وهذا أيضا بس الشخطة، باعه بس شخطة بيضة، هذا بس شخطة هسه بين، شوفه هذا بس شخطة وفوقها شوية هاي الشعر، الفرق الفرقة البيضة، هذا بس شخطة ما بي فرقة بيضة، بس شخطة بيضة. هذول يطلعون مقطط، هذول قلت لكم الشكري وحمرة السمرة، شكري والحمرة السمرة طلعوا هيك فرخات، هذول ما مبينين، لا زالوا ما مبينين بعد مصغار. وذول ال يعني على قولتهم مساتشي، وقسم يسموهم زبيريات، وقسم يسموهم ايرانيات، وقسم يعني. شوف هذا الفرخ ضروري تمسد له هيك هو صغير، يتعلم عليك حتى لا يخاف، لا يقوم يضربك، ومن يقوم يضربك يعني خايف منك. هسه يجي وقت، شوف انا اسوي لهم هيك دائما الاشيهم هيك بصبعي، هم ايش تمريحتك، وهم يعرف انه انت دا تلاشيه ما دا تاذيه، فيهدأ. شوف يهدأ، بعد ما يبدي يضربك، شوف يهدأ، كلش يهدأ، وحركه على كيفك حتى لا يتنرفز، لأنه هو يخاف من الحركة السريعة، يخاف. شوف سوي له حركة سريعة، شوف يخاف، شوف سوي له حركة بطيئة، شوفه ما يخاف، باوع ما يخاف. فهو هذا، ذول صغار حتى بعد ما حلقتهم، طبعا هاي نفس المشكلة ويا هاي الأمهاية نفس المشكلة، تضربنا تتخبل هاي حجية من رخصتش، رحمة الوالدية من رخصتش، بس من رخصتش شوية وكانت يمكن جاي تزق. هذول حمر هم اثنينهم، هذول واحد يطلع حلو واحد يطلع عدلع، لان هذول ولدين، واحد ابن الاشعل الابن، اشعل الاحمر الابن والجوزية، وواحد ابن البدرنج والسامرة. ف بس واحد طلعوا، فخليت الفرخة نفس العمر، خليت هاي الافراخ اخوان حاليا نكلت الافراخ شبعات، انقطع البث لان الخزن ما يكفي، فطفى البث، حاولت اكمل لكم ياب هذا، بس الافراخ اكلت وشبعات، ما اريد يخلص المي مالها مال الدواء، من يخلص المي مالها انطيها مي نظيف، وما عندنا شيء بعد، ما عندنا شيء، صحتها زينه ما شاء الله زينه، وماكله وراويه، وهي بعد ما عندنا شيء اخوان، هذا اللي قلت اقول لكم عليه. بس ان شاء الله على فيديو باكر اكو غير تغييرات راح نسوي، هم ترقبوا نهاية الفيديو اخوان، دعمونا بالاشتراكات باللايكات تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد اخوان، دعموا القناة، دعموا شوية حتى يصير النواهس، حتى يصير النواهس نشتغل وياكم، نراويكم، نفيدكم. باكر راح اراويكم العلاجات، اليوم ما اريد اطول الفيديو، باكر اراويكم العلاجات اللي عندي،
شنو انطيهم علاجات وشوكت انطيهم علاجات بيا وقت بيا شو اسمه انطيهم وقايه لو انطيهم علاج لان مرات انطيهم وقايه مو علاج. فباكر اشرح لكم اياها كلها ان شاء الله. اوكي الله وياكم وادعيكم.